اهلا وسهلا بكم اكاديميه العطاء الطبيه، وياكم دكتوره زينب العظام. ان شاء الله طلاب اليوم راح ناخذ محاضرات لتخص الجي اي تي باثولوجي، بما معناه راح نعرف الامراض اللي تصيب الجهاز الهضمي. جي اي تي اختصار الكلمه شنو؟ الكلمه الجاسترو انتستينال تراكت، يعني الامراض اللي راح تصيب الجهاز الهضمي على مستوى الإيسوفيغوس اللي هو المريء، الستومك المعدة، والإنتستين اللي هي الأمعاء، سواء كانت سمول إنتستين الأمعاء الدقيقة أو اللارج إنتستين الأمعاء الغليظة. بالبداية راح نبدي ناخذ الباثولوجي اللي يخص أول عضو بالجهاز الهضمي اللي هو شي يمثل الإيسوفيغوس اللي هو المريء، اللي هو يتمثل بأنبوبة عضلية يكون هالو يعني فارغة، يعني التجويف مالتها يكون فارغ، تمثل لي حلقة الوصل ما بين الموث الفم وما بين الستومك. يعني أنا من أبلع اللقمة من أشرب المي راح يمر بالبداية وين؟ بالبداية من الإيسوفيغوس لحد ما يوصل وين؟ لحد ما يوصل بالستومك للمعدة. هذا الإيسوفيغوس قلنا هو أنبوب عضلي يكون مجوف، وظيفته إيصال الطعام من فتحة الفم إلى الستومك. شي يكون مبطن بطبقة ظهرية أكيد. شي يكون نوعها؟ يكون نوعها سكويموس إبيثيليوم. وشي يكون بيها همتين؟ يعني أكيد أكو غدد حتى تسوي لبريكيشن للفود، وكذلك يكون بي طبقات عضلية. هاي الطبقات العضلية بالبداية راح تكون لك اللي في شيء صحي السفنكتر، اللي هي تكون مثل الصمام حتى يسده، حتى ما يرجع الأكل للموث اللي هي مثلت لي بالأبر إيسوفيغال سفنكتر. وعندي اللور الإيسوفيغوس سفنكتر الصمام اللي يسد الإيسوفيغوس بداية دخوله للستومك، حتى الأكل من يوصل للستومك ما يرجع وين؟ ما يرجع للمريء. فمرات يصير عندي مشكلة بالبطانة اللي مبطنت للإيسوفيغوس، مرات يصير عندي مشكلة بهذني السفنكترات يعني الصمامات، أما الصمام ما ينفتح أوكي، وبالتالي شو راح يصير عندي؟ يصير عندي ديسفيجيا ما أقدر أبلع، أو شي يصير عندي يعني ريلاكسيشن، الصمام دائما مفتوح، فشي يصير عندي؟ يصير عندي الاسترجاع أو حول جماعتنا الجاري. تمام زين. فبالبداية كإنترودكشن راح نحكي عن الإيسوفيغوس. قلنا شنو هو الإيسوفيغوس المريء؟ هو عبارة عن تجويف، أو هو عبارة عن أنبوبة عضلية مجوفة تمتد من طبقة الإبيغلوتوس من لسان المزمار لوين؟ لحد للستمك. وظيفتها إنه أني هاي اللقمة من أكلها راح أنقلها عن طريق الإيسوفيغوس، عن طريق حركة نصحها بيرستالسيس، حركة تموجية، تتموج اللقمة لحد ما توصل وين؟ بالستمك. مجرد وصلت اللقمة للستمك لازم اللور إيسوفيغوس سفنكتر شبين سد يتقلص حتى ما ترجع اللقمة للمريء. بالمقابل هما تيش عندي؟ عندي الأبر إيسوفيغوس سفنكتر، معناه اللقمة مجرد فاتت للإيسوفيغوس بعد ما تقدر ترجع للموت. فهاي قلنا شنو تركيب الإيسوفيغوس. فالإيسوفيغوس أول شغلة لما نرجع للإمبريولوجي مين جايني؟ جايني من الكرينيال بورشن مات الفوريغوت، اللي هو الجزء راح يكون لك الجزء الأولي من الأمعاء. اوكي انا عندي الفوريغوت والميدغوت والهندغوت، فانا مين يجي من الفوريغوت؟ شنو تعريف الايسوفيغوس المريء؟ هو عباره عن هلو يعني مجوف فارغ، هالي ديستنسبل ماسكولار تيوب، معناه انبوبه عضليه يعني كلش لها قدره تسوي ديستنشن. حتى مثلا انا مثل اكو ناس ياكلون لقمه كبيره، اكو ناس لقمه صغيره، فحتى الى قدره انه يتوسع بالدرجه المطلوبه. مين يمتد؟ اكستند فروم مثل ما قلنا من الابيغلوتس اللي هي من لسان المزمار لحد وين؟ لحد ما يوصل للجاسترو ايسوفيغال جكشن، اللي هي عباره عن الالتقاء ما بين الاستومك وما بين منه الايسوفيغال. وشي يكون هذا موقعه؟ يكون above the diaphragm، فوق يعني يكون فوق الحجاب الحاجز، مجرد عقب الحجاب الحاجز وين دخل؟ دخل بالستمك. تمام زين. شن هي الأشياء الممكن أو الأمراض اللي تصيب الإيسوفيغوس؟ قل لك أكو أشياء congenital يعني ممكن خلقية، يعني الإنسان يعني ينولد وهو عنده هذا الخلل بالإيسوفيغوس، وأكو أشياء شو تكون؟ أكو أشياء تكون acquired. من أهم الأشياء acquired بالإيسوفيغوس اللي هو obstruction، الانسداد، سواء كان هذا الانسداد المشكلة مالته بالفكشن العضلات، أو ممكن ميكانيكال. شو يعني ميكانيك؟ يعني أكو في شيء دي سده
اوكي مثلا اكو فايبروسس، اكو سكار، اكو تيومر، يعني اكو في شيء دي يسده. اما الفاكشنال معناه انت بالنسبه على يكون طبيعي بس مشكلته وين؟ مشكلته بالعضلات مالته. فقلنا عندي امراض تكون اكوارد، اكو امراض لا تكون كونجنتال يعني هي اساسا ولاديه خلقيه، تشمل لي الاكتوبك تيشوز. شنو معناه الاكتوبك تيشوز؟ يعني ممكن اني اجي اباوع للنسيج مات الايسوفاجوس القى بيه نسيج مات معده، ممكن القى بيه نسيج مات بنكرياس، نسيج مات غدد مثلا دهنيه، تمام؟ فمعناه اكتوبك تيشو معناه نسيج غريب جاي حاط روحه وين؟ بالنسيج مات مات الايسوفاجوس. ممكن يصير عندهم اتريجيا، اتريجيا معناه انه فجاه يتوقف الايسوفاجوس عن النمو، يعني بدل ما يكمل لجوا فجاه لهنا ويوقف. هذا شو نصح له؟ نصح له اتريجيا. فيستشولا معناه اكو ثقب بالايسوفاجوس، وهذا ممكن فيستشولا تربط تسوي ثقب بالايسوفاجوس وتربطه بالتراكيا، وهذا شيء كارثي. ليش؟ لانه الطفل تخيلوا من ياكل في شيء فراح يعبر وين للتراكيا ويسبب له شنو؟ اسبريشن نيمونيا. ستينوسس قلنا تضيق، فجاه يصير عندك تضيق بالايسوفاجوس، ويب الويبز اللي هو راح ناخذها العباره مثل العقد راح تصير بالايسوفاجوس وهماتين تؤدي الى التضيق مالته. فهذا ايش قلنا؟ قلنا هاي كونجنتال انوملي، يعني الشخص ينولد وهو عنده هذا الديزيز. زين، قلنا من اهم الاشياء اللي تواجهني بالايسوفاجوس اللي هو الاوبستراكشن، الانسداد. يعني تخيلوا انه انت المريء مسدود وبالتالي راح تواجه مشكله انه انت ما تقدر تبلع، ما تقدر تبلع بالدرجه الاساسيه السوليد يعني الاكل الصلب اللقمه الثقيله، وبعدين ممكن توصل لدرجه انه حتى الليكويد حتى السوائل حتى المي ما تقدر تبلعها. قلنا هذا الاوبستراكشن اقسمه قسمين، قسم ميكانيكال. شنو ميكانيكال؟ يعني عندك مشكله باليومن، اكو شيء ساد لليومن، سواء قلنا اتريجيا مثل ما قلنا او فيستشولا او دوبلوكيشن يعني تضاعف عندك المريء، وبالتالي شنو راح يصير عندك؟ انسداد. ممكن هاي بالبطانه مات الايسوفاجوس يصير عندك انفلاميشن، التهاب، ونتيجه هذا الالتهاب ينتهي فايبروسز وسكار، تمام؟ وبالتالي الفايبروسز راح يصير على شنو؟ على حساب التجويف، راح يسده. مثلا انت متعرض لانجري معين او الجرد، الجرد اللي هو شنو؟ صحوله، الصحوله الاسترجاع او الجالي، معناه الاكل بالمعده راح يرجع وين؟ للمريء. لما عندك مشكله بهذا الصمام راح نحشيها بالتفصيل، فيؤدي الى شنو؟ الى انفلاميشن. ممكن تيومر، انواع احد انواع السرطانات سادت لك شنو؟ الايسوفاجوس. هاي كلها شنو صحي لها؟ الميكانيكال، تمام؟ عندنا نوع معين واحد راح نحكي عنه يسبب لي فاكشنال اوبستراكشن. من اسمه طلع فاكشنال اوبستراكشن، معناه الانسداد راح يصير بسبب خلل بالوظيفه مالت الايسوفاجوس. احنا مو قلنا المفروض اللقمه تتحرك عن طريق التقلصات شو تكون؟ تكون المتموجه مالت الايسوفاجوس، نصح لها البيرستاسيس. فممكن انا عندي مشكله بهاي العضلات ما تقدر تتحرك بصوره طبيعيه، فشو يصير عندي؟ يصير عندي الاكيليزيا. هاي الاكيليزيا يعتبر فاكشنال اوبستراكشن. ليش؟ لانه راح اشوفهم انه هذا الايسوفاجوس ما راح يقدر يدفع اللقمه، لانه ما دي يصير عنده ريلاكسيشن، لانه 24 ساعة المصص مالته شو مسوي؟ مسوي كونتراكشن. هاي الاكيليزيا اما تكون برايمري يعني موجودة سبب مالتها الناون، او لا شو تكون؟ سكندري. سكندري مثلا اي مرض ثاني، اي تيومرز، اي اميلودوسز، ممكن اي ديزيز، ممكن شيء يسبب لك؟ يسبب لك اكيليزيا. فبالتالي كفكشنال اوبستراكشن عندي واحد اللي هو الاكيليزيا، اما بيكون برايمري او يكون سكندري. طبعا هذين كلهم راح نحكيهم بالتفصيل. اكو مرات قالوا يابا احنا نقدر نقسم الديس اوردر اللي يصير بالايسوفاجوس اعتماده انه هو فاكشنال نو اناتوميكال. من يقول لك ايسوفاجال اناتوميكال ديس اوردر، يعني على مستوى الاناتومي، على مستوى التكوين والتركيب مالته راح يصير عندك في ديس اوردر معين. واحدة من اهم الايسوفاجال ديس اوردر هو في شيء شنصح للايسوفاجال ويب او الايسوفاجال رينجز، الشبكه او شنو؟ او الرينجز اللي هي شو تكون؟ الحلقه. هذا شلون يصير؟ يقول لك انت تخيل هنا مو عندك هاي الميكوزا مالت الايسوفاجوس، يصير عندك بروتروجن من الميكوزا، بحيث شو تسبب لك؟ تسبب لك انسداد بالايسوفاجوس. شوف هسه هذا تحسه كانه انت جايب دائره او جايب لك فتح حلقه وجاعصها. هذا شو نصح له؟ الايسوفاجال ويب او حتى شو تكون؟ ايسوفاجال رينج. شوف هسه هنا هاي الصوره، هنا هاي جزء من الميكوزا مسوي بروتروجن ومسبب لك هذا الرينج او هذا الويب. فالايسوفاجال ويب او الايسوفاجال رينجز هو عباره عن بروتروجن. بروتروجن معناه يعني شلون نقول؟ دا يصير عندك بروز من الايسوفاجال ميكوزا. فهاي الايسوفاجال ميكوزا شو مسوي؟ مسوي بروتروجن ومسبب لك تضيق. وين تضيق؟ بالايسوفاجوس.
هاي ممكن شو يسبب لك؟ يسبب لك obstruction، هذا الانسداد. يجيك المريض ما راح يقول لك والله أنا عندي انسداد بالمريء، راح يقول لك عندي صعوبة بالبلع. شنو هي الصعوبة بالبلع؟ يعني difficulty in the swallowing. أنصح لها dysphagia. dys معناه صعوبة، phagia معناه بلع. فمن أقول لك dys معناه صعوبة بالبلع، من أقول لك odynophagia معناه ألم بالبلع، والفرق عظيم. تمام؟ فبالتالي يجيك المريض شي يقول لك، يقول لك عندي صعوبة بالبلع، احنا بمصطلحاتنا شو نقول عليها؟ نقول عليها dysphagia. هاي dysphagia شو تكون؟ للسوليد فود، يعني ما عنده مشكلة بالمي وبالشاي وبالقهوة وكذا وماذا، عنده مشكلته وين؟ مشكلته بالسوليد، بالأكل الصلب. زين، وين اشوفها هاي الإيسوفاجال رينج وإيسوفاجال؟ ويقول لك تشوفها أكثر شي common in the woman للأسف، يعني بالنسوان خاصة فوق 40 سنة يكون أكثر عرضة انه يصير عندهم إيسوفاجال رينج. زين، شنو الكومبليكيشن مالته؟ يعني اذا واحد صار عنده إيسوفاجال ووب او إيسوفاجال رينج ممكن شنو يصير؟ يقول لك ممكن يصير عندك سكويموس سيل كارسينوما، وين يصير؟ يصير بالأبر إيسوفاجوس أو حتى بالفارنكس اللي هو البلعوم. يعني هذني أحد الكومبليكيشن مال منو؟ مالت الإيسوفاجال رينج. اكو فد شيء تسمعوه وكلش مهم، راح نحكي هنا وراح نحكي بالهيماتولوجيكال باثولوجي، اللي هي في شيء اسمه البلومر فينسون سيندروم. هذا البلومر فينسون سيندروم يشمل لك ثلاث اشياء، يعني متلازمه من ثلاث اشياء. يجيك المريض يقول لك عندي ديسفيجيا، اوكي، صعوبه بالبلع. يجيك المريض عنده ايرون ديفيشينسي انيميا، تمام، ويجي عنده شنو؟ إيسوفاجال ويب. يعني احنا نقدر هيش نربطها انه اجى عنده ديسفيجيا، سويت له يعني التحاليل، شفت عنده شنو؟ شفت عنده يعني الإيسوفاجال ويب، نفس الوقت ايش عنده؟ ايرون ديفيشينسي انيميا. هذول اللي يجون يصير عندهم إيسوفاجال رينج وديسفيجيا والايرون ديفيشينسي انيميا، شو نصيح لهم؟ بلومر فينسون سيندروم. وبالعاده هاي الوب يقول لك وين تصير؟ تصير بالابر ثيرد من الإيسوفاجوس، بالثلث العلوي مات الإيسوفاجوس. فسلو نختصر الحكي الحكينا بالإيسوفاجال ويب او رينج، قلنا عبارة عن بروتروجن راح يصير بالميكوزا مات الإيسوفاجوس، تمام. هذا ينتجها عنها شنو؟ راح ينتج لي انه انا عندي مشكلة وين؟ بالبلع. قلنا يجي عندهم مشكلة ديسفيجيا. زين، تمام، وراها شنو؟ وراها قلنا اكثر شيء يصير كمان بالنسوان عمرن 40 سنة، اكو ريسك مال سكويموس سيل كارسينوما يصير بالإيسوفاجوس بالفارنكس. اذا اجاك عنده ايرون ديفيشنسي، اجاك عنده ديسفيجيا نفس الوقت والإيسوفاجال رينج، هاي قلنا شو نصيح لها؟ بلومر فينسون سيندروم. خلصنا الإيسوفاجال رينج، راح نجي في شيء اسمه الإكتوبيا. قلت لكم إكتوبيا معناه نسيج، هو مكانه بغير مكان، مثلا نسيج مات المعدة، نسيج البنكرياس، نسيج مثلا الخلايا الدهنية، راح ألقاه المزروعات وين؟ بالنسيج مات الإيسوفاجوس. يعني أبغى للإيسوفاجوس ألقى بيه طقعة، هاي الطقعة النسيج مالتها مختلف. مثلا هنا عندي هاي الباش، هاي الطقعة الميكوزا مالتها أو الهيستولوجي مالتها هو من جاي؟ جاي من الستومك. زين، انت ايش عندك هنا؟ قال لك لان انا اكتوبك تشو، يعني نسيج مهاجر عاف الستومك، اجى زرع نفسه وين؟ اجى زرع نفسه بالإيسوفاجوس. هاي لما القى الجاستريك ميكوزا حاطه نفسها ضمن الإيسوفاجوس، شو نصيح لها؟ نصيح لها الانلت باتش. زين، هنا واحد يسأل شنو هو البرزنتيشن؟ يقول لك بالعادة ما عنده أعراض، يعني المريض مثل قاعد عنده أعراض، بس لأنه الجاستريك ميكوزا إلها قدرة تفرز لك، تفرز لك أسد حامض، لأن يعني إحنا ندري إنه النسي الميكوزا مات الاستومك وظيفته تفرز لك حامض حتى شنو؟ حتى تسهل عملية الدايجستشن مات الأكل. فهاي الأسيدتي الموجودة هنا بالإيسوفاجوس راح تأذي النسيج الطبيعي مات الإيسوفاجوس، فيجيش عنده ممكن يجي عنده إيسوفيجايتس. ليش؟ لأنه هذا الأسيد ممكن يسبب تآكل بالنسيج مات الإيسوفاجوس، فيصير عنده التهاب بيمن بالإيسوفاجوس، ممكن يجي عنده ديسفيجيا، ممكن على قد ما تعرض الإيسوفاجوس لهاي الحامضية مات المعدة يراد طريقة إنه يحافظ على نفسه. شو راح يسوي؟ راح يصير عندي سير أدابتيشن إحنا ماخذين، بدل ما يكون النسيج مالته سكويموس إبيثيليوم يروح يسوي النسيج يتحول المن إلى كولومينر إبيثيليوم. هاي الفترة أو هاي المرحلة اللي ألقي بيها النسيج مات الإيسوفاجوس تحول من السكويموس للكولومينر، شنصح له؟ انصح له البارت إيسوفاجوس.
زين، شنو هي النتيجة مالتي؟ النتيجة مالتي إنه مجرد وصل المريء لهاي المرحلة نتيجة الأسيديتي مات هذا الإكتوبيك تيشو، الخلايا تحول من السكويمس الكولومينر، فتت بخانة الريسك إنه ممكن شي يصير عندي الأدينوكارسينوما، اللي هو المفروض هذا الأدينوكارسينوما هو عبارة عن ورم يصير فقط بالأنسجة الغدية. زين، أنا بالإيسوفاجس عندي غدد؟ لا، بس هاي الغدد منين إجت؟ إجتي من الاستومك، فشي يصير عندي أدينوكارسينوما. فقلنا هنا الإكتوبيا معناه الإكتوبيك تيشوز are common in the gastrointestinal tract the most frequent site أكثر مكان يهاجر إلى الإكتوبيك gastric mucosa هو منه الـ upper third مات الإيسوفاجس، الثلث العلوي مات الإيسوفاجس. قلنا جنرالي بالعادة يكون asymptomatic ما بأعراض، بس بسبب إنه الأسيد released by the gastric mucosa بسبب إنه هذا النسيج الجديد قام يفرز لك أسيد راح يسبب لك dysphagia صعوبة بالبلع، الإيسوفيجايتس اللي هو الإنفلاميشن راح يصير عندك بالإيسوفاجس، البارت إيسوفاجس قلنا معناه يتحول من السكوامس الإبثيليوم المن للكولومينر إبثيليوم أو ريرلي ممكن بعدين يتطور المن إلى أدينوكارسينوم. هسه نجي على الإيسوفاجل ستراكتشرال أنوماليز معناه بالستراكتشر مالته، شنو المشاكل اللي راح تصير تغير للستراكتشر. من أهمها هي الدايفرتيكولوم. شنو هو الدايفرتيكولوم؟ دايفرتيكولوم معناه إنه دي يصير عندك شون مثل ما نقول شون الفتق، إنه فتشي ده يطلع من مكانه. مثلا هسه هاي دي يصير عندك دايفرتيكولوم معناه نسيج من الإيسوفاجس ده يطلع لقدام، اوكي ده يبرز لقدام كأنه تطي دفعة. هذا شو نصيح له؟ نصيح له دايفرتيكولوم. اكيد انتو شايفين من ننفخ نفاخة ونجي نعقد جزء من عندها ممكن يصير عندي طوبة صغيرة ونظم من الطوبة الكبيرة، هاي البروز الطالع من الإيسوفاجس شو نصيح له؟ نصيح له دايفرتيكولوم. يقول لك اذا كان الدايفرتيكولوم متضمن كل الطبقات مات الإيسوفاجس، يعني طالع من عند الميكوزا والسب ميكوزا والموسكولارايز بروبيريا كلهن طالعات والستروزا، هذا صح له ترو دايفرتيكولوم معناه بروز حقيقي. اما لا والله اذا طالع فقط الميكوزا والسب ميكوزا هذا شو نصيح له؟ الفول دايفرتيكولوم. مثل هسه شوفوا هنا الترو دايفرتيكولوم باعوا هذا اللون الاحمر، شنو هاي الميكوزا جواها؟ شنو السب ميكوزا الاصفر وراها؟ موسكولارايز بها المسلز، اخر شيء السروزا. هذني كلهن اذا سوون بروتروجن كاملات شو نصيح لهن؟ نصيح لهن هنا ترو دايفرتيكولوم. تمام زين. اما اذا لا والله الطالع بس شوفوا هذا اللون الاحمر اللي هو الميكوزا والاصفر السب ميكوزا شو نصيح له؟ نصيح له الفولس دايفرتيكولوم او السيدو دايفرتيكولوم. تمام تمام. فالدايفرتيكولوم قلنا هو شنو؟ هو اوت بوتشينج، يعني فد تشيز ده يطلع من مكانه، هو اوت بوتشينج اوف ايسوفاجس ميكوزا. كم نوع عندي من الدايفرتيكولوم؟ اثنين، ترو دايفرتيكولوم والفولس دايفرتيكولوم. الترو اللي هو متضمن كل اللاير مات الإيسوفاجس أربعتهن، قلنا الميكوزا والسب ميكوزا والموسكولارايز بروبريا والسيروزا. أما الفولس دايفرتيكولوم مثل هاي قلنا لا فقط الميكوزا والسب ميكوزا. أحد أمثلة الفولس دايفرتيكولوم المهم بالإيسوفاجس اللي ورش نصح له الزينكار دايفرتيكولوم أو نفس الاسم الثاني الفارنجيو إيسوفاجل دايفرتيكولوم. هذا الزنكر دايفرتيكولوم بالعادة وين يصير؟ يصير فوق الأبر إيسوفاجل سفنكتر الصمام العلوي، لما قلنا بي صمام علوي صمام سفلي يصير فوق رأسه، راح راوكم اياه بالصور. فالزنكر دايفرتيكولوم أول شغلة يكون فولس دايفرتيكولوم يكون أبف الأبر إيسوفاجل سفنكتر، ويعتبر هو الموست كومن تايب، يعني أكثر نوع من الدايفرتيكولوم اللي يصير بالإيسوفاجس من هو الزنكر دايفرتيكولوم. زين، شنو المشكلته؟ انه ممكن يتجمع الاكل هنا بدل ما ينزل يلقى مكان هنا يتجمع، وممكن يرجع فشي يسبب لك اسبريشن نيمونيا، يعني الاكل يفوت للرئة ويسبب لك التهاب بالرئة. قالوا يا بالدايفرتيكولوم ممكن اسميه اسماء حسب المكان مالته. اذا كان بالابر ايسوفاجاس يعني بالجهة العلوية قلنا above the sphincter شن صيح له؟ نصيح له الزنكر دايفرتيكولوم هذا ويا. اذا كان لا والله بال يعني الميدل ايسوفاجس يعني بالنص شو نصيح له؟ تراكشن دايفرتيكولوم مثل هنا. واذا صار لا والله يعني فوق اللور ايسوفاجل سفنكتر شو نصيح له؟ انصيح له الايبي فرينيك دايفرتيكولوم. فعندي ثلاث انواع من دايفرتيكولوم اكوردنج تو ذا لوكيشن. اذا كان فوق الابر ايسوفاجس الزنكر دايفرتيكولوم،
وإذا كان بالنص التراكشن دايفرتيكولار، وإذا كان قريب النهاية شو نصيح له؟ الإبي فرنك دايفرتيكولار. شوف هسه هذا زينكر دايفرتيكولوم بقى هو عبارة عن اوت بوتشنج، شوف صار وين فقط الميكوزا والسب ميكوزا. بالتالي قلنا فولس، وشنو مشكلته؟ تقول لي مشكلته ممكن يجمع الاكل هنا فيصير عندي اسبريشن نيمونيا. هذا بالباريوم ما بالباريوم سولو انه اخليه يشرب فد مادة واسوي له اشعة راح يكون واضحة. هذا شنو؟ هذا الفارينكس، وهنا صار عندك زينكر دايفرتيكولوم. باعوا هذا بالنورمال اسوفيجوس السفينكتر، وهاي شنو هذا العفو اليومن هذا السفينكتر فهو صاير أبوف، فرأسا ايش عرفت الزينكر دايفرتيكولوم. هسه نيجي على التوبيك الاخر من محاضرتنا اللي هو شنو هو؟ اللي هو الاوبستراكشن، الانسداد اللي يصير وين؟ انسداد قلنا اللي يصير بالايسوفاجوس. قسمناها الى قسمين، قسم ميكانيك يعني عندي مشكله باليومر، وقسم فاكشنال قلنا عندي مشكله بالفاكشن مات المصز مات الايسوفاجوس مثل اكيليزيا. فهسه راح نجي نحكي عنها بالتفصيل. اول واحد راح نحكي عن الميكانيكال اوبستراكشن، معناه عندك انسداد حقيقي، انسداد ميكانيكي. هذا يشمل شنو؟ يشمل الاتريجيا اللي قلنا فجأة يتوقف المريء عن النمو، يشمل الفيستشولا اللي هو لما مثلا يتوقف ويسوي فيستشولا كونكشن ويا انذر بارت اوف بودي، ممكن دوبليكيشن، وممكن في شيء صح الاجنيسيس او الابسنس، يعني واحد ينولد ما عنده مريء. هذا يصير بس في شيء كلش رير، كلش انه واحد ينولد بدون مريء. اذا شخص قال لك ما عنده مريء، شنو هذا المصطلح اقول عليه؟ الاجنيسيس معناه ما متكون او ابسنس. اذا متكون بس مو كامل متوقف نصيح له الاتريجيا مثلا، وعندي همتين الفيستشولا وعندي همتين الدوبليكيشن. المشكلة اذا صارت يعني رأسا تبين ليش؟ لانه اذا واحد انولد طفل عنده اتريجيا بالايسوفاجوس او عنده مثلا ستينوسيس بالايسوفاجوس، اول ما تبدي الام شنو راح ترضع اكيد، فهو اول ما ترضع الام يقوم يصير عنده شنو؟ فوميتنج، ويقوم يتقيا يعني، والتقيء مالته يكون كلش قوي لانه المريء ما راح يكون بانسداد او اساسا ما موجود، بالتالي الاكل ما راح يدخل البطن راح يطلع لبرا، فبالتالي راح يسوي ريجورجيتيشن. كل شيء انت الامايه ترضعه راح يرجعه، كل شيء الامايه ترضعه راح يرجعه، فراسا ينكشف بصوره مبكره. تمام زين. فقلنا يشمل الاتريجيا، يشمل الفيستشولا عند الدوبليكيشن، ممكن يصير باي جزء بالجهاز الهضمي مو فقط بالايسوفاجوس. يقول لك لما ذني الاشياء تضرب لك الايسوفاجوس راح يصير بهن ديسكفرد شنو؟ شورتلي افتر ذا بيرث، راسا تنكشف ورا الولاده، عكس الانسداد مات الامعاء الممكن هو يتاخر يلا يظهر. بس الايسوفاجوس اول ما ينسد راسا تلقفه انت بعد الولاده. ليش؟ because the regurgitation during feeding، مجرد الأمية ترضع ابنها راح تبين عندها هاي الحالة. البروم شو يحتاج؟ يحتاج surgical repair اكيد، يعني ما عندي حل غير انه افوت عمليات. الابسنس غياب او الاجنيسيس معناه عدم تكوين الايسوفاجوس، اكسترمالي رير معناه جدا جدا رير. اما الاتريجيا شنو معناه؟ اتريجيا معناه thin non canalized cord، معناه اكو كورد راح يجي يكون ما بي canalizing يعني ما بي اليومن، راح يسوي replace segment of the esophagus يعني يبدل لك جزء مات الاسوفاجوس، يعني الاسوفاجوس على النص وبعد ما ينمو. تمام راح نحكي عنه زين. اما الاسوفاجال ستينوسيس التضيق مات الاسوفاجوس، اما يكون كونجنتال يعني هو عنده تضيق بالمريء، او يكون كومونلي اكوايرد اكثر شيء مكتسب. ايش وقت يكون مكتسب؟ ابسطها بالاسوفاجايتس، بالانفلاميشن يصير بالاسوفاجوس، خاصه اذا كان كرونيك انفلاميشن، واحنا ماخذيها بالبيسك باثولوجي ان كرونيك انفلاميشن التهاب المزمن يؤدي الى الفايبروسيس اللي هو اساسا فايبروسيس تليف معناه تضيق. فيقول لك انت ممكن يصير عندك يعني تضيق بالايسوفاجوس هو في شيء كونجنتال ولادي، بس الاكثر شيوعا هو شنو؟ يكون مكتسب. الستينوسيس نتيجه الانفلاميشن الالتهاب اند سكارنج الندبات ممكن السبب مالته الكرونيك غاسترو ايسوفاجال ريفلكس، الصراحه احكي لكم عنه اللي هو الاسترجاع، ممكن الإيراديشن، ممكن ingestion of the gustatic agent مثل هذا اللي يشربون فد أشياء سامة، and other form of the severe injury يعني أي شيء ممكن شيء يسبب لك stenosis. زين هاي الستينوسيس اسوشيتد ديسفيجيا، لما يكون عندك ديسفيجيا نتيجة التضيق بالبداية تكون شنو هي؟ لك بروجريسيف. شنو يعني بروجريسيف؟ يعني من البداية عندك مشكلة بلع السوليد،
اوكي بالسوليد، بعدين شويه شويه يلا يبدي يصير عندك مشكله ببلع الاشياء السائله. فشو تكون؟ تكون بروجريسيف. شوف هسه هنا هذا الطفل ايش عندهم؟ عندهم هنا الايسوفيجال اتريجي. شوف الطبيعي انه الايسوفيجال لازم شنو؟ لازم يمتد للاستومك وما بيكونكشن ابدا ويا ويا التريك. ليش؟ عندك الابيجلوتس يسدها. اما هنا لا، صار عنده اتريجي انه الايسوفيجال للنص شنو توقف وكمل بعدين، بس من كمل شو مسوي؟ مسوي فيستريامن ويا التريكيا. تمام؟ هذا بصراحة هذا الموضوع ما راح يخوفني كلش، لأنه بالعادة إذا راح ياكل ما راح تفوت بالتريكيا لأنه من ناصر عندك الكونكشن. مشكلتي وين طلاب؟ مشكلتي بهاي، بهاي لما يكون يعني بالإيسوفاجس من توكل الطفل راح يفوت بهاي الفيستشنوين بالتريكيا. شوفوا فش قلوا لكم؟ قلوا لكم احنا ممكن نسوي فالتقسيم معين، نقسم بي إيسوفاجل اتريجي اعتمادا على الكوميونيكيشنز مالته اذا مسوي فيستشنوين تريكيا او لا. مثلا اكو ناس عندهم إيسوفاجل اتريجيا وما مسوين اتصال ويا التريكيا، اكو ناس عندهم إيسوفاجل اتريجيا ومسوين اتصال ويا التريكيا بالجهة اللور، واكو جهة الابر، واكو بالجهتين. مثلا شوفوا هسه هذا النوع الاي اللي هو يكون يصير 7% فقط، انه عندك إيسوفاجل اتريجيا بدون فيستولا، باعوا فقط إيسوفاجوس إيسوفاجوس والتريكيا باقي نفسها. النوع بي اللي هو يصير 2% انه عندك شنو؟ عندك تريكيو إيسوفاجل فيستولا، معناه اكو كوميونيكيشن ما بين الإيسوفاجوس وما بين التريكيا بيا جهة بجهة الابر. هاي يعني صحيح بروكسيمال يعني القريبة، بلوك بروكسيمال، هاي بروكسيمال وهاي ديستال، هاي سوت كوميونيكيشن شنو؟ سوت كوميونيكيشن بروكسيمال. فشو نصيح لها؟ نصيح لها إيسوفاجل اتريجيا وذ تريكيو إيسوفاجل فيستولا او بروكسيمال تريكيو إيسوفاجل فيستولا. النوع السي اللي هو الاكثر نوع شائع وراح تنسألون من هو اكثر نوع شائع من الاتريجيا، هو النوع سي اللي هو شنو نصيح لها؟ الإيسوفاجل اتريجيا وذ شنو؟ with distal، لأن صار بالجزء الثاني with distal tracheo esophageal fistula. زين النوع دي اللي هو أقل واحد شيوعا اللي هو distal proximal esophageal tracheo fistula. أما الإي فهذا مسوي شنو؟ ما عندك اتريجيا أنت، بس إيش عندك؟ عندك هنا communications ويا التراكيا. أكثر نوع يخوفني هو هذا وهذا وهذا. ليش؟ لأنه قلت لكم الأكل اللي راح يأكله راح يفوت وين؟ راح يفوت بالتريكيا. تمام؟ أما هذا فماكو كوميونيكيشن، وهذا باللور اللي هو أساساً ما راح يوصل للأكل. طبعاً هنا هذا أبو البي وأبو الدي والإي يحتاج شنو؟ يعني emergency surgical repair، لأن يصير عندهم aspirations نيمونيا، فرأساً نحطها in G-tube. شوفوا الموست كومن قلنا تايب سي اللي هو اتريجيا وياها شنو؟ وياها ديستال تريكيو ايسوفاجال فيستولا. التايب اي اللي هو اتريجيا وذاوت تريكيو ايسوفاجال فيستولا، ماكو فيستولا. التايب الاي اللي هو يعني وذاوت اتريجيا، مثل ما قلنا ماكو اتريجيا بس اكو فيستولا. والتايب البي اللي هو ايش قلنا؟ قلنا بيها بروكسيمال تريكيو ايسوفاجال فيستولا. والدا تايب جي هو اتريجيا بس اثنيناتهم شو مسويات؟ مسويات بروكسيمال والديستول تريكيو ايسوفاجال فيستولا. زين هسه خلصنا الميكانيكال اوبستراكشن، نجي نحكي عن الفانكشنال اوبستراكشن اللي هو كلش مهم ولازم يجيبوا لكم اياه. قلنا مثال عليه الاكليزيا. الاكليزيا تعريفه هو سولوينج بروبلم، عندك مشكله بالبلع. ثلاث شروط لازم تكون موجوده حتى تشخص الاكليزيا. اول شغله يصير عندك انكومبليت ريلاكسيشن باللور ايسوفاجال سفنكتر. احنا مو قلنا اللقمه من تنزل من فوق المفروض شنو؟ تعبر هذا اللور ايسوفاجال، هذا الصمام ينفتح يصير بريلاكسيشن حتى اللقمه تفوت. هنا القى الصمام التون مالته كلش قويه، يعني المسل تون الكتله العضليه مالته جدا قويه، 24 ساعه شو مسوي؟ مسوي كونستراكشن او كونتراكشن كلش قوي. بالتالي ايش القى؟ القى يعني ما جاي يسوي ريلاكسيشن كامل، يعني عندي انكومبليت ريلاكسيشن وين؟ باللور ايسوفاجال سفنكتر. هاي شغله. ثاني شغله تقلي انكريز بالتون، من تجي تحسبها تلقى زياده بالتون مالت اللور ايسوفاجال سفنكتر. ثاني الشغلة الإيسوفاجل الإبرستاسيس. شنو إبرستاسيس؟ قلت لكم لازم تكون التقلصات مالت الإيسوفاجوس تموجية هيج حتى يدفع اللقمة، هنا ما راح يقدر يتقلص بهاي الطريقة. فثلاث شروط حتى أشخص بها الأكليزيا، قلنا إنكومبليت ريلاكسيشن باللور إيسوفاجوس سفنكتر، أوكي، وإنكريز باللور إيسوفاجوس سفنكتر، والشغلة الثالثة الإبرستاسيس.
فعشان عندي صار عندي اكليزيا. تمام تمام زين. ليش يصير عندي؟ يقول لك انا بالحاله طبيعي لازم عندي نيورون خلايا عصبيه، عندي خلايا عصبيه اصيح لها شنو اكزايتيتوري نيورون محفزه، واكو عندي انهبيتوري نيورون. اكزايتيتوري نيورون اللي تحفز لك الكونتراكشن مات العضلات، والانهبيتوري نيورون اللي تثبط لك الكونتراكشن مات العضلات، وانا احتاج بطريقه بالانس اكو بيناتها. هنا بجماعه الاكليزيا يكون عندهم شنو ابسنس بيمن بالانهبيتوري نيورون، يعني لان الخلايا العصبيه تكفخ المصل انه حتى ما تخليها تتقلص هواي راح تكون ما موجوده. فتخيلوا انه انت ما عندك خلايا عصبيه تثبط العضلات، فراح تظل العضله 24 ساعه شو مسويه كونتراكشن. فعشني هاي الباثوجينيسيس. فقلنا الباثوجينيسيس نورمالي لازم عندي ديستال انهبيتوري نيورون اند ذا كولينرجيك سيجنال اللي هو ماس باراسمباثيتك. هذين وظيفتين يسمحن بالريلاكسيشن بالاسترخاء مات اللور ايسوفاجال سفنكتر. إذا صار عندك degenerative failure يعني فشل بالتكوين مات الانهبيتوري نيورون راح يؤدي المن إلى impairment بالrelaxation، فما راح يصير عندك relaxation. هاي قلنا عندي نوعين من الأكليزيا، أما تكون primary اللي هو الايديوباثيك يعني تصير وحدي بدون سبب، أو ممكن تكون secondary سواء secondary malignancy معين، الاميلودوسيس اللي هو الابنورمال بروتين مثل الديبوزيشن بجسمك، الساكرودوسيس اللي هي قلناها شنو قلناها هذا مولتي سيستميك ديس اوردر، اند تشاجز ديزيز. هذين ممكن شي يسبب لك يعني الاكليزيس. فالاكليزيس اما تكون برايمر او سيكندري. سيمتوم شلون يجي معروفه، انت صمام مسدود مريض ياكل اللقمه ما تفوت البطن، فيجي عنده شنو بروجريسيف ديسفيجيا. شنو معناه بروجريسيف ديسفيجيا؟ يعني يبدا بالبدايه بالسوليد بعدين شوي شوي يوصل حتى انه الليكويد ما يقدر يبلعها. ثاني شغله يصير عندهم نكتورنال ريجورجيتيشن اوف ذا فلويد لي اوف ذا فود العفو، لانه الاكل راح يتجمع هنا فمن ينام شنو يرجع له. اوكي، لانه اساسا ما فايت بالستومك. التريتمنت شلون نعالجه؟ عن طريق السيرجيكال مايوتومي، اشيل جزء من هاي العضلات القويه. المايوتومي معناه اقص جزء من العضلات. السكيول او الكومبليكيشن شنو ممكن يصير؟ يقول لك 5% راح يصير عندهم سكويمال سيل كارسينوما، ممكن يصير عندهم دايفرتيكولوم على قد ما اكو ضغط ودايلتيشن راح يصير بيها دايفرتيكولوم تشيس يطلع، او ممكن شيء يصير عندهم اسبريشن نيمونيا. تمام تمام، هاي تو ما كاتبه لكم بس كلش مهمه انه بالاكس راي اكو في شيء خاص اشوفه بالاكلايزيشن. شو نصيح له؟ انصح له البيرج البيك ابيرينس اللي هو مثل المنقار مات الطير. ليش؟ يقول لك لانه هنا كله راح يصير بي دايليتد، بس شنو يصير عندك تضيق باللور ايسوفاجال سفنكتر، فيدي مثل المنقار كبير وبعدين شيء يصير يعني كلش سن هذا وياه. فانتم من تشوفون هذا الشكل حلفوا عليه شنو اكلايزيا. باع هنا شلون صاير نروينج وصار عندك شنو دايليتيشنز بالايسوفاجس. نحن حاطين احنا سامري بالاكلايزيا، قلنا يعني سلوينج بروبلم ميز لك يعني اكو ابرستالسيس، اكو انكمبليت ريلاكسيشن، اكو انكريز بالريستنج تون. نوع مالته اما يكون برايمري اللي هو الايديوباثيك او يكون سكندري اللي عددناهن. سيمتوم قلنا بروجريسيف ديسفيجيا ونكتورنال ريجورجيتيشن. تريتمنت سيرجيكال مايوتومي ممكن يساعدهم سكويمال سيل كارسينوما بنسبة 5%، دايفرتيكولوم اند اسبريشن نيمونيا. بس راح نيجي نحكي عن في شيء اسميه الايسوفاجال فاريسز. الايسوفاجال فاريسز اللي هي معناه شنو؟ كلمة فاريسز معناه انه عندي ابنورمال دايليتد فين، معناه عندي اوردة يعني صار بيها تضخم بشكل غير طبيعي. هاي ليش يصير؟ شوفوا اني عندي جي اي تي تراكت، اوكي، اللي هي من ضمنها انتسم من ضمنها الاستومك اكيد. انا من اكل الاكل وين راح يروح؟ راح يروح بالستومك يصير عمليه هضم، بالانتستين عمليه امتصاص، راح يمتصون الفيتامينات والمواد المهمه والغذاء والمعادن وكذا ومدى. فبالتالي هاي الفينوس ريتورن يعني اللي هو الوريد المحمل بهاي المواد الغذائيه الضروريه المفروض وين اوديها؟ اوديها بالليفر، اعبرها بالليفر حتى الليفر يسوي لي ديتوكسيفيكيشن، يعني يوخر الاشياء السامه. مثلا انا هواي ممكن يصير عندي امتصاص المواد الضاره، مثلا حتى اسوي ميتابوليزم بعض انواع العلاجات صار بها ابزوربشن بالانتستين. فلازم هذا الفينوس ريتور جاي من جي اي تي تراكت وين يروح كله؟ لازم يروح كله وين؟ بالليفر، عن طريق البورتال سيركوليشن، عن طريق البورتال فين. فهذا البورتال فين يشيل الدم كله البي المواد الغذائيه الاساسيه من جي اي تي وين يوديها بالليفر، بعدين الليفر يصفيها وكذا، وعن طريق الانفيا فينا كيفا يرجعها للهارت. حلو حلو.
مرات شي يصير، يصير عندك ارتفاع بالبورتال سيستم اللي هو ارتفاع بالدورة الكبدية، يعني البورتال فين ممكن يصير بيه عنده مشكلة، فهذا يصير عندك ارتفاع بالضغط وين داخل الكبد. فمن يجي هذا الدم جاي من الجهاز الهضمي اللي يفرغ بالكبد يلقى الضغط كلش مرتفع، واحنا ندري جريان الدم لازم يكون مناطق الضغط العالي مناطق الضغط الواطئ مو بالعكس. فمن يوصل بالكبد يلقى الضغط كلش عالي والامور ما يعني مو عاجبته كلش، فراح ينحشر وين؟ راح ينحشر بالبورتال سيركوليشن. زين شي يسوي؟ قال انا بما انه هنا أنا اكو ضغط ومسدود الطريق فاخلي افتح طرق فرعيه كولاترال سيركوليشن نسميها، من ضمنها هذين الطرق الفرعيه راح يفتحن هي عباره عن اورده موجوده باللور بارت من الايسوفاجس، فهذا الدم ما قدر يفوت للكبد وين راح يروح؟ راح يسوي له شانتينج، راح يعوف الطريق الرئيسي يروح للطريق الفرعيه ويتجمع وين؟ يتجمع بالفين الموجوده قلنا باللور ايسوفاجس. فهذين الفينات يكون جديدات بعدهن طرق فرعيه ما متعودات على هاي الهوسه، فشي يصير بهم؟ يصير بهم ابنورمال دايليشن، تضخم غير طبيعي وتكون مزقزقه. مجرد يزداد هذا التضخم ممكن شي يصير عندك رابتشر، تتمزق هذا الفين، فيجي كلمه شنو؟ vomiting of blood. اوكي، والهيمو الهيماتيمسيس اللي هو vomiting of the large amount of the blood. مرات شو تكون؟ مرات تكون فيتال، يعني مميتة انت ما تلحق عليها بالطوارئ. هاي شنو؟ هاي الحالة صح للإيسوفاجال فاريسس. اوكي، نفس المبدأ اللي يصير بيها من عندنا الهيمورويد مثلا. تمام، فشوف مثلا هسه انا هنا قلنا البورتال فين المفروض الدم عن طريق البورتال فين يروح بالكبد، من راح للكبد شافها قلنا ارتفاع الضغط هنا، فيقوم شي يسوي؟ يقوم يروح للكولاترال سيركوليشنز، من ضمنها الموجودة وين؟ موجودة باللور إيسوفاجس. فشي يصير عندك؟ يصير عندك دالي تدبي الفين تكون كلش صغيرونة. تمام، فشوف استهنانة صار عندك تورتشوستي، معناه مزقزقات هيك صاير. فيقول لك انستد، بدل ها بالحالة الطبيعية، بدل ما انه of returning directly to the heart، يقول لك بدل ما انه الدم يرجع بصورة مباشرة للهارت، الفينوس بلاد الدم من الفين اللي جاني من الجاسو انتستانال تراكت مثل ما قلنا is delivered، راح يتوجه للليفر، قلنا على مود يصير عندي تصفية له عن طريق البورتال فين قبل ما يوصل للانفيريور فين. كيف هاي بالصورة الطبيعية؟ يقول لك مرات ديزيز تسوي امباد، يعني تأثر على البورتال بلد فلو، راح تسبب لك بورتال هايبرتينشن، يعني ترفع لك الضغط داخل هذا السيستم. وش كان ليد؟ قلنا ايش سوى؟ سوالك الايسوفاجال فاريسس، هو يعتبر كوز اساسي حتى يصير عندك ماسف معناه قوي and frequent life threatening bleeding، يعني نزيف مهدد للحياة. تقريبا 100% العلاقة بالبورتال هايبرتينشن، اي سبب يؤدي الى ارتفاع الضغط مات الكبد، الدورة الكبدية راح يؤدي المن او البوابية راح يؤدي الى الايسوفاجال فاريسس. تقريبا 90% القاها بالسيروسس، السيروسس اللي هو التشمع او تليف مات الكبد، انه هو نسيج مات الكبد راح يتحول الى فايبروسس نتيجه الكحول، نتيجه مثلا اي شيء ثاني مثل انفكشن كرونيك انفكشن. فش يجي عنده ماسيف سادن اند ذا فيتال هيمرج، يعني النزيف مالته يكون قوي، يكون فجائي ويكون مميت. زين هنا قلنا مثل باثوجينيسس احنا حكيناها، قلنا مجرد انه انكريز بالانترا هيباتيك فاسكولار ريسيستنس نتيجه ارتفاع الضغط، فايش راح يسوي؟ البورتال بريشر راح يرتفع، بالتالي ايش راح يسوي؟ راح يفتح طرق فرعيه، من ضمنها طرق فرعيه شو نصح لها؟ كولاترال سيركوليشن، تربط ما بين الدوره الجهازيه والدوره البوابيه فتؤدي لك الى الايسوفاجال فاريسس. فone of the few sites يقول لك واحدة من المكانات جدا قليلة اللي يصير بك اتصال ما بين السبلانشينج اللي هو الإحشائي and the systemic venous circulation can communicate is the esophagus. عندي طرق طبعا كلش قليل الفينات اللي اكو بهم communication، موجودات جزء بالستومك، اكو جزء بالإسوفاجوس، وكل جزء وين يصيران بالركتمز اللي هو راح يسبب لي هيمورال. المهم البورتال هايبرتينشن هو ارتفاع الضغط البوابي، راح يسبب لك قلنا development of the collateral channel، قلنا قنوات فرعية تسمح للبورتال بلود انه وين يصل الشانت into the caval system. هاي الفيزلز اللي من خلالها اني شمرت الدم اللي من البورتال سيستم وديتها للسيستميك، هو شنو صحيح؟ صحيح للفاريسز. هذا وين القاه؟ قلنا بالسيروتيك بيشنت عندهم تشمع بالكبد، اكثر شيء اللي عندهم الكحول كليفر ديزيز.
يقول لك ممكن هماتين هي بعد شستوسوميسيس شستوسوما ممكن تعتبر هماتين سبب ثاني بعد السيروسيس انه شي يصير عندي يصير عندي فاريسيس. كلينيكال فيتشرز ممكن تكون اسمتوماتيك اذا كانت في شيء بسيط بس مجرد صارت بيها يعني دايليشن كبر يعني صار بيها تضخم زايد وسوت رابتشر تمزقت ممكن تؤدي المن الى ماسف الهيمات اميسيس اند ذا ديث. هيمات اميسيس معناه تقيؤ من الدم كميات كلش كبيره في شيء يصعدهم هايبوفوليميك شوك ويؤدي المن الى ديث. شلون القفا؟ القفا عن طريق الانجيوغراف اخذ صوره ممكن للبلد فيزلز بس اكثر شيء اشوفها ممكن بالاندوسكوب يعني اسوي الاو جي دي. الاو جي دي او الاي جي دي جاي اختصار الايسوفاجال او العفو الاي جي دي الايسوفاجال غاسترو دودينوسكوب اسوي ناظور اشوف بي الايسوفاجس واشوف بي همتين الستومك. فبالتالي شنو راح اشوف عندي هاي الابنورمال فيسلز. شو راح اشوفها بالاندوسكوب؟ كانه هو توريتشوس يعني زقزاقيه دايليتد فين موجوده ضمن السبميكوزا of the distal esophagus on the proximal stomach. شوفوها وياها بقى شلون اشوفها عشان هي هاي tortuous dilated vein. هذا الانجيوغراف بقى شلون صاير تمام وهذا gross بقى the overlying mucosa الفوقانية الطبقة الفوقانية ها وياها ممكن شو تكون intact يعني ما بيها شيء ممكن تكون لا ulceration ممكن يكون بيها necrosis خاصة اذا صار بيها rupture. شوف هنا صار عندك شنو صار عندك تضخم بمن بال بال بالفين. هسه نيجي على مصطلح لاخر اسميه الايسوفيجايتس من اسمه ايتس معناه ليس عندي شنو انفلاميشن التهاب بالمريء. هذا التهاب بالمريء راح اقسمه الى ممكن يكون نتيجه اللاسريشن تمزق ممكن نتيجه كيميكال او انفكشنز ممكن هماتين نتيجه الريفلكس. اول واحد راح نحكي عنه هو الايسوفاجال لاسريشنز يعني راح يصير عندك تمزق بالمريء. بالعاده الموست كومن تايب اوف ذا لاسريشن شو نصيح له؟ انصح له المالوري ويستير هذا نحفظها نفس اسمه مالوري ويستير. هذا شو يصير سبب اكثر شيء؟ يقول لك سبب اكثر شيء اللي هم يشربون كحول كلش هواي ويتقيؤون هواي ويسوون روتشنج. روتشنج يعني يتهوعون يهوع. فهذول يسوون سيفير تشينج يعني هو يعني يحاول يتقيا او يسوون فوميتنج والفوميت يكون كلش سيفير فممكن نتيجه هذا الضغط اللي جاي يولده على جدار المريء نتيجه انه دا يحاول يتقيا ممكن يصير عندك تمزق. بالعاده هذا التمزق يكون لونجيتيودينال صاير وين صار باللور ايسوفاجوس وش يكون سوبرفيشال يعني مو ديب. اذا وصل ديب ممكن لا يخليك المريض يجي يتقيا دم بس هو بالعاده لحسن الحظ يكون سوبرفيشال ويطيب وحده يعني حتى ما يحتاج علاج. فهذا المولر ويستيرز لازم نعرف عنه انه يصير بسبب الفوميتنج والريبيتد ريتشنج وهماتين بالكحولك. هذا التمزق شو يكون مميزاته؟ يكون لونجيتودينال اورينتد يعني يمشي بالطول والرينج ان لينجث يعني طول مالته تقريبا فروم ذا مليمتر ممكن يوصل الى في يعني سيفرال سنتيمتر وشيعبر يعبر جاسترو اسوفاجال جكشن صاير بهاي المنطقه. قلنا هذا التير شي يكون سوبرفيشال يعني فقط خارجيا يعني ما صاير ديب and don't generally require surgical intervention ما يحتاج تدخلات جراحيه. healing tend الشفاء يميل انه يكون رابط سريع ويكون كومبليت كامل. فشوف استاذ الصورة انا كلش احب ذن الصور. هذا المالر ويستيرز قلنا من اسمه مالري معناه ميكوزال تير وين يصير بالايسوفاجس. شنو سبب الكحول ابيوز؟ البوليمينيرفوسا قلنا البوليمينيرفوسا انه ذولا يصعدهم يعني انه ياكلون هواي هواي ويروحون يتقيون تمام؟ زين هم يصير بسبب الكوفينج اوكي؟ هذا ايش قلنا؟ قلنا يصير هماتين برو يعني بروفيوز فومينتينج فورسبل ريتشينج اي شيء يسبب زياده بالانترا ابدومينال بريشر يؤدي الى سوبرفيشال لونجيتودينال ميكوزال تير بالايسوفاجس ميكوزا تمام. اذا وصل للسب ميكوزال فيزلز ممكن يسبب لك يعني ابر جاسترو انتستينال بليدينج. شوف هسه هذا ويا هذا شنو؟ هذا سوبرفيشال ميكوزال بليد. هذا شنو نصيح له؟ انصيح له مالري ويستير. اما
chemical and infectious esophagitis معناه ممكن يصير عندك انت inflammation بالإسوفاجوس نتيجة مواد كيميائية او فد يعني infection عدوى. الكيميكال ممكن سبب مالته irritants material اي مواد مهيجة، ممكن كحول، ممكن corrosive agent، ممكن همتين drug يعني هواي ياخذون مثلا ناس يبيعون منظفات بالغلط يشربون هاي الكحول همتها مرات بالغلط، فشي يصير عندك يصير عندك irritation. اما الانفكشن فمن هي الانفكشن يصير لك esophagitis، يقول لك اكثر شيء يصير بالimmunocompromised patients يعني جماعة ال HIV ال old age جماعة الكانسر. فاكثر انواع الفيروسات تصيب من هو السايتوميغالو فيروس والهربس سيمبلكس فيروس. الفانجال اكثر شيء هي الكانديدا، والكانديدا بينها هاي هنشوفوها شو يكون، يكون لونها اصفر على ابيض، هاي الكانديدا اسوفيجايتس هو الموست كمان يصير وين بالناس اللي عندهم اتش اي في انفكشن يعني تعتبرها من اوبورتونستيك انفكشن. اما الاسوفيجايتس نتيجه الكيميكال انجري اللي عددناهن يقول لك بالعاده تكون سيلف ليميتد بين يعني الم، هذا الالم وحده يصير زين، خاصة يصير عندهم أودينوفيجيا. قلت لكم قبل شوي الأودينوفيجيا، أودينو معناه ألم، فيجيا بلع معناه عندهم ألم بالبلع. ممكن يصير عندك هيومرج نزيف، ممكن ستركتشر تضيق، ممكن بيرفوريشن حسب السيفير ديزيز. فإذا كان سيفير ديزيز ممكن هذا الانفكشن والانفلاميشن يؤدي إلى نزيف بالميكوزا، ممكن همات نتيجة إنه يصير عندك هيلينج هذا نتيجة الانفلاميشن ممكن يؤدي المن إلى ستركتشر تضيق، ممكن البيرفوريشن تمزق. إذا نجي نحكي على في شيء اسمه reflex esophagitis معناه التهاب دي يصير عندك بالإسوفاجس نتيجة الرفلكس. الرفلكس الاسترجاع، مثل ما ندري إحنا إنه اللقمة إذا تفوت للإسوفاجس وتوصل للستمك المفروض ينسد، هذا اللور إسوفاجس ينسد. مرات يصير عندك مشكلة بيمن باللور إسوفاجس إنه سفنكتر ما ينسد، هذا عكس منه عكس الإكليزي اللي كان سفنكتر ما ينفتح. نانا لا بالجرد او الجاسترو إسوفاجال ريفلكس ديزيز انه هذا اللور إسوفاجال سفنكتر راح يبقى اوبن. فهاي المواد الموجوده بالستومك ومن ضمنها الاسيديتي المواد الحامضيه والانزيمات الهضم ايش راح تسوي؟ راح ترجع وين؟ ترجع لللور إسوفاجال. زين احنا قلنا بالله المعده نوع الابيثيليوم مالتها كولومينر ونوع بالإسوفاجال سكويمس، فبالتالي نتيجة هذا الإيريتيشن اللي راح يصير هنا بالإيسوفاجس والسكويمس ما تقدر تحميه، فش راح يصير عنده؟ راح يجي عندهم بين، يجي عندهم هماتين ريجورجيتيشن استرجاع، يقلك أحس بطعم الأكل أو طعم فتشي حامض بحلقي، تمام؟ يجي عندهم هماتين ألم، هذا الألم مرات يكون سيفير بدرجة يشبه لك الأم آي، يعني أنت شخصه جلطة، بس هو بالحقيقة شنو؟ بالحقيقة هو جر. فالإسوفاجال ميكوزا بالرفلكس إسوفاجايتس يقول لك يصير عندك إسوفاجال ميكوزا إنجري، يعني هاي الميكوزا مات الإسوفاجس راح يصير بها ضرر نتيجة الرفلكس أوف الأسيديك غاستريك كونتنت، نتيجة المكونات الحامضية مات المعدة راح ترجع وين؟ للور إسوفاجس، قلنا بسبب ضعف الإسفنكتر. هذا شو نصيح لها؟ نصيح لها الجرد اللي هو اختصاص مات الغاسترو إسوفاجال ريفلكس ديزيز، معناه المواد ترجع من الستومك الملي المري. جماعتنا شي يسموه الجالي. الانسيدنس تقريبا يصير 5% تقريبا مليون من الناس كل سنة يصير بيهم. ككلينيكال فيتشر يجي عندهم هارت بيرن معناه حرقة بصدره، تشست بين ألم بالصدر يشبه لك الام اي الجلطة، ريجورجيتيشن استرجع يقلك الاكل ده يرجع، اند ديسفيجيا صعوبة بالبلع. كومبليكيشن اذا مع الجام ممكن يصير عندك ulceration تقرحات، ستركتشر تضيق نتيجة الكرونيك انفلميشن، هيمات امس تقيؤ دم ملينا من يعني يظل الدم فترة كلش طويلة بالجي اي تي تراكت ويعبر بالانتستين، اكو بكتيريا راح تشتغل عليه وتعطيك ملينا اللي هو تاري بلاك ستول يعني فضلات تكون سودة، تمام؟ زين. والبارت إيسوفاجس، شنو البارت إيسوفاجس؟ قلت لكم يتبدل السكويمس إبيثيليومات الإيسوفاجس، شي يصير بداله كولومنر إبيثيليوم. الباثوجينيسيس قلنا ديكريز باللور إيسوفاجس تون يعني اكو ريلاكسيشن زايد، وزيادة بالإنترا أبدومين بريشر يعني الضغط داخل الأبدومين راح يتجاوز الضغط داخل الإسوفاجس، فأكيد راح يصير الدفع أقوى. شنو الريسك فاكتور إذا كان عنده هياتل هيرنية اللي هو الفتخ اللي يصير بالحجاب الحاجز، أوبيزيتي السمنة للدراج وهماتين للسموكينج. شوف ذين الأشياء اللي تزود الريسك اللي هو أوبيزيتي والدايتري فاكتور، ممكن هماتين عندهم هياتل هيرنية فتق بالحجاب الحاجز، عندهم الابنورمال لور اسوفاجال سفنكتر مثل ديكريز بالتون او الانابروبريت ريلاكسيشن،
قلب الجاستريك امبتنج يعني الاكل ده يتجمع يبقى فتره طويله كلش هنانه، فبالتالي هاي كلها يزودن الريسك ان شيء يصير عندك ريجورجيتيشن. شوف هسه هذا عندهم سيفير ريفلكس ايسوفيجايتس، اكو هنا مثل استريشنز، اكو هنا انفلاميشن اديما اند اريثيما. هذا البارت ايسوفيجوس تبع هاي الطبقات الجديده، هاي شنو هاي تشبه النسيج مال الاستومك، يعني شنو صار البارت ايسوفيجوس. هنا دي ينطيك صورة على ريفلكس ايسوفيجايتس ما اخذها بالسكوب، مثلا هنا شاب بيه النوكليت السكوما سيل ان ذا سوبرفيشال ابيثيرم بسبب زيادة اللي يصير عندك هابر بليجي نتيجة كرونيك انفلاميشن. هذا يصير عندي انترا ابيثيرا انفلاميشن بزيادة الاكتيفيتي، فنشوف بيه هنا الانفلاماتوري سيلز ثيكند بالبيزل سيل لير، يصير عندك ثيكنس، هذا كله نتيجة الانفلاميشن. اي انا حتى اتاكد من عنده انه هذا جرد او لا، انه هو diagnosis of the exclusion، فاذا جاك المريض عنده heart burns عنده regurgitation عندهم همتين يعني مؤثرات على quality of the life، ايش راح ابقي؟ راح اسوي له trial تجربه، اخليه 8 اسابيع قبل الاكل ياخذ بروتون بمب انهيبيتر مثل امبرازو. فاذا شاف دي يصير عنده complete relief يعني دي يصير زين على هاي الحبايه، فانا شو اتوقع ايش عنده؟ عنده انه جرد، فهنا اقطع البروتون بمب انهيبيتر. اذا رجع عن الاعراض اوكي ارجع شو اسوي له؟ اسوي له الاي جي دي والايسوفاجال جاسترو دودنوسكوبي، يعني اسوي له سكوب. فبالتالي اذا شفت هذا اللي وصله اللوس انجلس جريد اللي هو عباره عن عالم او دكتور حطك جريدات اعتمادا على سيفيرتي مال الجرد، فاذا كان جريد بي وسي ودي يعني جريد زايدات او البارتس يعني متغير الابيثيليوم مال الايسوفاجوس اكثر من 3 سنتيم، انا هذا معناه 100% جرد. اما لا والله اذا كان نورمال الاو جي دي السكوب اللي انت سويته او كان جريد اي، فهنا الريفلكس مونيتورينج اوف ثيرابي تمام، يعني اذا بقى ابنورمال فهذا الجرد، واذا كان نورمال فممكن عنده انذر كوزز. يعني هذا ما يفيدكم انتم، بس اقول لك شلون يعني انا اشخص. مثل ما قلنا الايسوفيجايتس بها لاستريشن مثل مالر ويستيرز، ممكن يكون كيميكال انفكشيوس، ممكن تكون ريفلكس ايسوفيجايتس. هسه نجي نحكي على شنو على الهياتل هيرنيا. هياتل هيرنيا هو فتق راح يصير بالحجاب الحاجز. احنا قلنا الاسوفاجس شي يكون above the diaphragm والاستمك شو تكون below the diaphragm. مرات شي يصير عندك؟ يصير عندك injury او defect وين بالdiaphragm muscular defect يعني بعضلات الدايفرام، بحيث شنو يخلي انه الجزء من الاستمك يصعد وين؟ يصعد above the diaphragm. فهذا شنو نصح له؟ نصح له الهياتل هيرنيا. فالهياتل هيرنيا معناه diaphragmatic muscular defect، عندك خلل بالعضلات مات الحجاب الحاجز، تكون very common وتزداد ويا الايج. شي يصير عندك؟ يصير عندك separation of the diaphragmatic crura، يصير عندك انفصال، ويصير عندك protrusion معناه بروز للاستمك into the thoracic، جزء من الاستمك راح يصعد وين؟ بالتجويف الصدري، عن طريق هذا الجاب اللي انت تشوفه جزء من الاستمك وين صعد؟ صعد above the diaphragm. اكو عندك مرات acquired، اكو مرات مكتسب، مثلا congenital hiatal hernia يصير recognized بالinfant and the children، بس هماتي ممكن يكون acquired in the later life. بكل الحالات الاستومك راح تلقاها وين؟ مو كلها طبعا، جزء من عنده راح تلقاها وين؟ above the diaphragm. الهياتل هيرنيا اسمتوماتيك ان ذا فيور ذان 10%، معناه 90% من الهياتل هيرنيا شي تكون اسمتوماتيك ما عندهم اعراض. سيمتوم اذا كانت موجوده راح تشبه الجرد. ليش؟ لانه انت مجرد صعدت الاستومك فوق شو سويت؟ ضعفت اللور ايسوفاجال سفنكتر، فايش صح يصير عندك؟ راح يصير عندك نفس اعراض الجرد. complication همات نفس complication مات الجرد ulceration bleeding perforation ممكن strangulation. strangulation معناه يصير عندك انسداد، هذا الانسداد ممكن يخليك انه يصير عندك necrosis بعدين. التايب مات الهياتل هيرنيا هنا به 3 انواع، نوع السحلة السلايدنج الانزلاقية، نوع الرولنج اللي هي المدورة، وميكسد بيناتهم. الهياتل هيرنيا شي يصير طلاب؟ الجزء اللي يربط، شوف استاذ الايسوفاجال والاستومك مرتبطات بهذا الجزء اللي وشنو صحيح الايسوفاجال جاستروجكشن، هذا الجزء باللي سلايدنج هيرنيا راح يكون above the diaphragm، وجزء من عنده كامل يصعد above the diaphragm تمام. اما بالرولنج هيرنيا لا، جزء من الاستومك راح يصعد بس هذا الايسوفاجال جاستريك او استومك جكشن راح يبقى بمكانه، يعني جزء صاعد يمل الاتصال مات الايسوفاجال ويا من الاستومك. اما السلايدنج لا، انزلاقي،
كلها راح تصير above the diaphragm. هذا شوفوا هذا الجكشن باقي مكانه، الفرق صاير انه جزء من الستومك صار يم شنو يم الايسوفاجال جاستريك جكشن، واكو ميكسد اللي يصير اثنينات هنسو. هسه نجي نحكي على البارت ايسوفاجس. ببساطه البارت ايسوفاجس يقول لك نتيجه التعرض المزمن للاسيديك انفايرمنت مات الاستومك للايسوفاجس، فهنا الايسوفاجس راح يجزع بيقول لك شو دولي خلي غير السكويموس ابيثيليوم اجيب لي ابيثيليوم نفس الابيثيليوم مات الاستومك باعتبار اني صاير خرم من ريلي الكونتينس مات الاستومك. زين فهذا شو النتيجه مالته؟ النتيجه مالته انه هو الدودنان المفروض عفوا الايسوفاجس المفروض شنو السكويموس، بعدين راح يبدل بالكولامينر، فوجود الكولامينر الابيثيليوم يعتبر ريسك المن حتى شيء يصير بيه يصير بيه ادينوكارسينوما. فشنو هي البارت ايسوفاجس؟ طبعا هو جزء يعتبر من مسرع ادابتيشن اخذناه بالبيسك باثولوجي. فالبارت ايسوفاجس هو كومبليكيشن اوف ذا كرونيك جارد. شنو كرونيك جارد؟ يعني استرجاع مزمن للمكونات مات المعده. راح شيء يصير عندي؟ يصير عندي انتستانيال ميتابليجيا. قلنا الميتابليجيا معناه ابدل ابيثيليوم ابيثيليوم لاخ، وين يصير؟ بالسكويموس ميكوزا مات الايسوفاجوس، معناه راح ابدل الديستال ستراتيفايد سكويموس ميكوزا بمن اخليها؟ اخليها بالكولومينر ابيثيليوم اللي تشبه الكولومينر ابيثيليوم مات منه؟ مات الاستومك وتحتوي على الجوبلس سيل. تمام؟ المفروض ان الايسوفاجوس ما بي جوبلس سيل، مجرد لقيت جوبلس سيلز بالايسوفاجوس معناه 100% هذا المريض ايش عنده؟ صار عنده بارت ايسوفاجوس. فشوفوا هسه هذا الطبيعي ايش يكون عندهم سكويموس ابيثيليوم؟ نبي ما يتبدل، يتبدل بالكولومينر ابيثيليوم. فالاندوسكوبيك يعني حتى شخص بارت ايسوفاجس احتاج يعني كريتيريا حصلها بالاندوسكوب بالناظور وحصلها بالمايكروسكوب تحت المجهر. بالاندوسكوب بالناظور شو راح اشوف؟ راح اشوف عندي ابنورمال ميكوزا صاير ابوف ذا الجاسترو ايسوفاجال جكشن، يعني القى هنا ابنورمال ميكوزا. هاي بالاندوسكوب. بالمايكروسكوب من اخذ بايوبسي عينه راح القى انتستانال ميتابليجي اوف ذا سكويموس ابيثيليوم، يعني راح القى كولومنر ابيثيليوم. فشغلتين احتاجها، احتاج بالناظور القى ابنورمال ميكوزا، واحتاج بالمايكروسكوب شو اشوف؟ اشوف الانتستانال ميتابليجيا. هاي تقريبا تصيب 10% من الناس اللي عندهم سيمتوماتيك جات. المال يكون افكتد اكثر من الفيميل بمعدل 4 إلى 1، ويكون موست كومن وين؟ بالوايت، بالناس البيض. شوف هسه هنا الانتستانال ميتابليجيا هو المفروض هذا السكويموس ابيثيليوم والنسيج الظهاري الحر، شوف المطبق هيجي يصير فجأة بما نتبدل اتبدل بالكولومينار اللي هو شي يكون العمودي وبالجوبلس سيلز. تمام؟ شوفوا هنا هذا السكويموس ميكوزا وهنا فجأة شو تبدل بعد هذا حر؟ شوفي تبدل بمن؟ بالعمودي. تمام؟ هنا باعوا السهماتين، هذا شنو؟ هذا كله سكويموس، هنا ايش صار؟ صار كولومينر، هذا هماتين كله شنو؟ متبدل. فشوفوا هسه هنا صار هنا شنو عندك؟ هنا صار عندك كولومينر والباقي شي جزء كلش بسيط. بالمورفولوجي يقول لك جروسلي يعني متباع الايسوفاجس بعينك راح تلقى سلمون بينك، يعني يشبه لون السلمون على وردي. فيلفيتي ميكوزا يعني فيلفيتي ميكوزا ايش متعرجه ما بين سموث والبيل بينك ايسوفاجال سكويموس ميكوزا. يقول لك الايسوفاجال ميكوزا المفروض شو تكون؟ تكون يعني باهته، اما الميكوزا تجيك من الاستمك يكون لونها بينك. ذا مور لش لايت براون يعني جاستريك، يعني الجاستريك يكون لونها غامق، اما مات الاستمك مات يعني الايسوفاجال الطبيعي يكون لونها بيل. شوف هسه هنا هاي كلها متبدلة. زين بالمايكروسكوب ذا الايسوفاجال سكويموس ابيثيليوم مثل ما قلنا راح القاها متبدلة بالميتابلاستيك كولومينر ابيثيليوم تحتوي على الجوبلس سيل. يقول لك وجود الجوبلس سيل بالايسوفاجس هو دايجنوستيك، يعني تحلف عليه انه هذا البارت ايسوفاجس. فوجود الجوبلس سيل ان ذا الايسوفاجس ميكوزا از دايجنوستيك. فشوفوا لقينا انت مجرد شفت الجوبلس سيل 100% راح تقول هذا شنو؟ هذا البارت ايسوفاجس. شوفوا هسه هنا يقول لك هذا النارو باند ايميجينج اوف ذا بارت ايسوفاجس لما نسوي احنا اندوسكوب ماخذين هذا ايش تلقى؟ تلقى هاي تان ايلاند يعني جزيره لونها غامقه. هذا شو تمثل لك؟ تمثل لك الاكتوبيك ميتابليج صار ضمن السكويموس ابيثيليوم، هي تكون لونها فاتحه. تمام؟ اما هاي البيف ماخذيها جروس ايمج يعني ماخذيها صوره يعني تشوفها بعينك من الايسوفاجس. وهاي الصورة الأخ شنو متكونة اللي هي هاي مات المايكروسكوب؟ عند قلك دي تشوف عندك الاختلاف اللي هو فجأة ايش صار عندك؟ صار عندك الكولومينر ابيثيليوم بدل ما يكون عندك شنو؟ السكويموس ابيثيليوم.
شنو الكومبليكيشنز الممكن تصير؟ يقول لك the chief clinical manifestation، الأعراض راح تيجي مثل البارت إيسوفيجس أو الشيء اللي يخوفك هو الريسك. يعني لما يسألك شنو الكومبليكيشن مثل البارت إيسوفيجس لا تفكر، قل لي هو الريسك مثل الأدينو كارسينوما. يصير عندهم شنو؟ يصير عندهم أدينو كارسينوما. شافوا الناس اللي عندهم بارت إيسوفيجس تقريبا 30 إلى 100 مرة ضعف يصير عندهم إيسوفيجس كارسينوما، أدينو كارسينوما، مقارنة بالناس اللي ما عندهم شيء. تمام؟ فبالتالي تخيلوا هذا العدد شقد يعني مرعب، 30 إلى 100 مرة ضعف الريسك. تمام؟ في single most common risk factor for the esophageal adenocarcinoma هو منه؟ هو البارت إيسوفيجس. التشخيص مات البارت إيسوفيجس يعتمد على الجار سيمتوم، يجي قلناها مات عندهم هارت بين، عندهم ريجورجيتيشن، اوكي، وهما تين يحتاج ريكواير اندوسكوب، قلنا بالاندوسكوب شو راح اشوف؟ راح اشوف ابنورمال ميكوزا، واحتاج بايوبسي شو راح اشوف؟ راح اشوف عندي انتستانال ميتابليجيا. زين، الكورس اوف ذا ديزيز، شنو مصير الديزيز؟ يكون بيريوديك، يعني يصير زين يرجع ينتكس، يصير زين يرجع ينتكس. الريجريشن از انسرتن، يعني الا كانه يصير زين وحده، بالعاده يتحول الى انتراميكوزال كارسينوما. فمجرد انه تحول الى انتراميكوزال كارسينوما هنا انت لازم تقعد تسكت، تحتاج سيرجري. سيرجري تسوي سيرجيكال ريسكشن، يعني تقص، تسوي له الايسوفاجكتومي، يعني تشيل الايسوفاجوس، او الفوتو دايناميك ثيرابي عن طريق العلاج بالاشعاع، او ليزر ابليشنز، ممكن بالليزر تجي تقشط هاي المنطقه صار بانتستان ميتابليجيا، او اندوسكوبيك الميكوزكتومي، او تشيل فقط الميكوزا. تمام؟ اذا كانت المولتي فوكال هاي جريد ديسبليجيا اللي هو تشوهات اللي تصير بالابيثيليوم، تعتبر هو سيجنيفيكانت ريسك، تعطيك هنت انه هذا المريض راح يتحول الى انتراميكوزال او انفيزيف كارسينوما، هما تراح عالجها حال انتراميكوزال كارسينوما. يعني سواء هو شميض عنده انتراميكوزال كارسينوما او شان عندهم مثلا مولتي فوكال هاي جريد ديسبليجيا، يعني يتغير بصورة ملحوظة، انا احتاج شنو؟ احتاج اعالجها. لهنا طلاب خلصنا محاضرتنا لهذا اليوم، اتمنى تكون واضحة. شكرا جزيلا.